السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في بداية هذا الأسبوع. ومع هذا اليوم الأحد الموافق للخامس من شهر إبريل لعام 2020، والذي يعد يوما تحتفل به الأمم المتحدة والعالم بيوم الضمير العالمي، استجابة للمبادرة الكريمة والفريدة من نوعها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر رعاه الله، والتي لقيت صدى عالميا كبيرا. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت: رئيس الوزراء في اليوم العالمي للضمير، البحرين دولة محبة وسلام، العالم بحاجة لاستراتيجيات تعزز الأمن الصحي. سفير مملكة البحرين لدى واشنطن لصحيفة الأيام: تأمين عودة 86% من البحرينيين في أمريكا. ومع صحيفة الوطن والتي بيّنت في أولى صفحاتها: فعاليات محلية وعربية، جهود ولي العهد أنقذت البحرين من كورونا. خلف لصحيفة الوطن: مناقصة تكييف السوق الشعبي قريبا. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت: التسجيل العقاري يحول جميع خدماته إلى النظام الإلكتروني، إجلاء عدد من المواطنين من السعودية والأردن. مصدر بلدي: اقتصار البيع في الأسواق الشعبية على البحرينيين فقط. وإلى صحيفة البلاد والتي استهلت: تسهيلات إجراءات عودة البحرينيين من الرياض. نطالع من صحيفة الأيام أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر رعاه الله، أكد في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للضمير، أكد أن العالم يعيش تحولات كبرى لم يشهدها من قبل في ظل ما تواجهه البشرية حاليا مع تفشي فيروس كورونا، وهو ما يحتاج إلى رؤية مشتركة وواضحة تضع حدا لكل ما يهدد الإنسانية من أخطار. نشرت صحيفة البلاد مقالا بعنوان: يوم الضمير العالمي للكاتب عبد علي الغسرة، والذي جاء حول رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتحديد يوم عالمي للضمير. فإلى المقال: يرى سموه أن تحديد هذا اليوم يتطلب تعزيز السياسات والبرامج من أنماط الحياة الإيجابية للإنسان لتحقيق مزيد من الإنجازات وإبعاد الأزمات لمراتب متأخرة إن لم يتم اجتثاثها. وعندما يكون الضمير الإنساني متيقظا تتحقق للإنسان الكثير من الأمور: الحياة الجميلة والأمن والاستقرار، وسيعيش في سلام مع الآخرين. إن مبادرة يوم الضمير العالمي تجسيد لثقافة السلام وقيم التسامح ومبادئ التعايش مع الآخر التي يؤمن بها سموه وشعب البحرين وعالمنا اليوم، في ظل هذا الصراع الدامي الذي تعيشه بعض الأقطار بحاجة ماسة إلى وضع السلاح جانبا، وأن يتسلح الجميع بمبادئ السلام وقيم التسامح والتعايش بمودة ونقاء. أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة في مقابلة مع صحيفة الأيام أن السفارة تمكنت من تسهيل عودة 86% من إجمالي عدد المواطنين المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية. بقلم الكاتب أحمد زمان، نشرت صحيفة الأيام مقالا بعنوان: حول إعادة البحرينيين من الخارج. فإلى أبرز ما جاء فيها:
التصريحات الأخيرة التي أدلى بها جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حول خطط الإسراع في عودة البحرينيين العالقين في بعض الدول بالخارج تدل على مدى اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة للمواطن البحريني وبذل الغالي والنفيس من أجل أن يعود إلى وطنه وأهله معززا مكرما. ولعلنا لا نبالغ إن قلنا بأن الإجراءات الأخيرة والجهود الخيرة التي قامت بها الحكومة المقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر حفظه الله ورعاه لتسهيل عودة المواطنين العالقين بالخارج عبر خطط لإجلائهم وفق الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضمن سلامة الجميع أثلجت صدور جميع المواطنين والمقيمين وأشادت بها منظمة الصحة العالمية والعديد من الدول العربية والإسلامية والدول العالم أجمع. كما أن ولي العهد الأمين أكد خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي ترأسها يوم الاثنين الماضي حرص الحكومة على عودة جميع المواطنين بالخارج إلى أرض الوطن وإلى أهاليهم وهم في صحة وعافية وذلك في أسرع وقت ممكن وفق خطط إجلاء موضوعة بادرت الحكومة في تنفيذها منذ الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا. نشرت صحيفة الأيام أن المجلس الأعلى للمرأة أطلق برنامج مستشارك عن بعد والذي سيعمل على تقديم خدماته بشكل افتراضي وسيشمل على خدمات الدعم والإرشاد الأسري والنفسي والقانوني والاقتصادي للمرأة البحرينية. لفتت صحيفة الأيام أن الدكتورة منى البلوشي الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية صرحت بأن أغلب مؤسسات التعليم العالي قامت باتخاذ جميع التدابير اللازمة في استخدام منصات التعليم الإلكترونية لعدم انقطاع تحصيل الطلبة العلمي. نشرت صحيفة الوطن مقالا افتتاحيا بعنوان معادلة سلمان بن حمد فإلى سطور هذا المقال. كلما جال نظرنا هنا وهناك في أقطار الأرض ورأينا كيف يفتك المرض بدول وشعوب نعتبرها متقدمة ومتطورة طبيا واقتصاديا وحضاريا ثم نظرنا إلى مجتمعنا ودولتنا لا نملك إلا أن نشكر الله على نعمة القيادة الحكيمة التي أنعمها علينا وهي التي ما فتئت تخطط بمسؤولية وتعمل ببعد نظر وهي تحمل كل المحبة لشعبها الذي يبادلها الحب ذاته. في مملكة البحرين يفخر شعبها بتقدير واعتزاز بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وهو صاحب الرؤى لمستقبل المملكة حيث استطاع سموه بجدارة أن يجمع البحرينيين يدا بيد لمواجهة كل تحد يمر بالبلاد وتمكن من حسم الكثير من الملفات العالقة في الأزمات وغيرها لتخرج المملكة وتمضي بثبات نحو مستقبل أفضل. ما يميز رؤية سمو ولي العهد حرصه على اقتران الرؤية بالعمل الجاد والمسؤول لضمان تحقيق النتائج لذلك لم يهدأ سموه أو يتوقف عن الاجتماعات لمجلس الوزراء أو اللجنة التنسيقية أو متابعة فرق العمل وتوجيهها كما حرص سموه على اتخاذ القرارات بحرفية وحسم وسرعة لافتة نحتاجها في الأزمات. بيّنت صحيفة الأيام أن الدكتورة كوثر العيد رئيسة جمعية أصدقاء الصحة أكدت أنه وبحسب موقع منظمة الصحة العالمية فإنه لا يوجد أي دليل علمي على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء.
من صحيفة أخبار الخليج نطالع أن الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات أكد خلال محاضرة إلكترونية بعنوان صناعة القرار السياسي وعلاقته بالتشريع أن مملكة البحرين تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى قدمت نموذجا دوليا متطورا ومتميزا في صناعة القرار السياسي العالمي والمدروس خلال إدارة الأزمة العالمية المتمثلة في مكافحة وباء فيروس كورونا. كتب الدكتور محمد مبارك جمعة مقالا في صحيفة أخبار الخليج بعنوان كوفيد-19 يضرب العادات والتقاليد، فإلى سطور هذا المقال. فيروس كورونا ليس من المتوقع أن ينحصر على مستوى العالم قريبا، بالرغم من أن هناك دولا ستتمكن من السيطرة عليه في أراضيها، لكن تأثيراته ستستمر في الوصول إليها، وستضطر هذه الدول إلى الإبقاء على إجراءاتها الاحترازية للمزيد من الوقت خوفا من معاودة تفشي الوباء أو ظهوره مجددا. أما بقية الدول فستبقى معاناتها اليومية مع رصد الإصابات وتسجيل الوفيات ومحاولات العلاج. هذا الوباء سوف يغير معالم المجتمعات في كل زاوية في العالم، سيؤدي إلى معاودة النظر في الكثير من المفاهيم حتى بعد نهايته، ولن يقف عند حد استمرار الوقاية والاحتياطات الطبية والصحية، بل سيتجاوز ذلك ليضرب في عمق العادات والتقاليد والمواريث الشعبية، خصوصا ذات الصلة منها بالمناسبات الاجتماعية التي تتطلب اجتماع الناس وتلاقيهم وطريقة سلامهم على بعضهم البعض. ومن التأثير في العادات والتقاليد والمواريث الشعبية إلى تغيير أنظمة التعليم المدرسي والجامعي والتأثير في أنظمة العمل والسفر والنمطية سير الاقتصاد ووسائل تقديم الخدمات المتنوعة إلى الأفراد وغير ذلك، كله سوف يتأثر ويتغير بسبب الوباء، وقد يدخل ضمن منظومة قانونية جديدة تضع القيود عليه وترسم حدوده وملامحه. لا نزال في ملف أخبار فيروس كورونا، ونقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة شارك في الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية الاتصال المرئي لوكلاء وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمتابعة أهم مستجدات فيروس كورونا والاطلاع على آخر التطورات بدول المجلس ومناقشة الإجراءات المتبعة للحد من انتشار هذا الفيروس. بيّن صحيفة أخبار الخليج أن سفارة مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة قامت وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة بتسهيل عودة عدد من المواطنين البحرينيين في مدينة الرياض، وذلك عن طريق جسر الملك فهد. كما وقامت سفارة مملكة البحرين في عمان بإجلاء عدد من المواطنين البحرينيين الموجودين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. نقرأ من صحيفة الوطن أن فعاليات محلية وعربية أكدت أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومن خلال قيادته لفريق البحرين الوطني قدم للعالم نموذجا رائعا في قيادة الأزمات. نشرت صحيفة الوطن مقالا للكاتبة الدكتورة صفاء العلوي بعنوان تباعد اجتماعي فتقارب عائلي، فإلى أبرز ما جاء فيه.
نعم، ليس بأمر هين أن نسمع زيادة عدد الحالات بسبب استهتار وجهل واستهانة بعض من الناس في وقت توفر لنا الدولة كل سبل الراحة للبقاء في منازلنا. ندرك جيدا أنه عندما نتوقف عن زيارات الأصحاب والأقارب ونمتنع عن الخروج للفسحة مسألة وقتية من أجل أن تعود الحياة طبيعية كما كانت بدون خسائر للأرواح. لا نريد أن نستهين بالأمر ونستهتر كما استهترت بعض من الدول التي فقدت السيطرة على تفشي المرض. هذه الفترة ثمينة جدا للتقارب العائلي والجلوس مع الأبناء وتوجيههم وتنمية مواهبهم والتعمق في توطيد العلاقات بين أفراد الأسرة والتعرف على تفاصيلهم. نحن في عصر ابتعد أفراد العائلة الواحدة عن بعضهم البعض بسبب الانشغال بالعمل والتطور التكنولوجي. العزلة مع العائلة ليست عقابا، فهي تزيد الإبداع، فربما تؤلف أنت كتابا أو ترسم لوحة أو تبتكر مع طفلك شيئا مفيدا وإن كان بسيطا. بعزلتك داخل البيت تمنح نفسك وأطفالك الطريقة الأفضل للتفكير، بالتالي تبني القوة العقلية لك ولأفراد أسرتك. بالتباعد الاجتماعي والتقارب العائلي لأفراد أسرتك الصغيرة تمنحهم وتمنح نفسك الهدوء والتسامح، وذلك بالتركيز في عالمك الصغير. أشارت صحيفة الوطن أن وزارة الصحة أعلنت عن تعافي 24 حالة إضافية من فيروس كورونا وإخراجهم من مركز العزل. هذا وأعلنت الوزارة عن تعافي بحريني بعمر 81 عاما من فيروس كورونا، ليكون بذلك أكبر المتعافين سنا من المرض حتى الآن في مملكة البحرين. نقرأ من صحيفة البلاد أن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد صرح بأن الهيئة بدأت في توفير الدفعة الأولى من الأساور الإلكترونية المساهمة في تعزيز قدرة ودقة تطبيق مجتمع واع على متابعة التزام الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس بالحجر الصحي أو المنزلي. نطالع من صحيفة البلاد أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أغلقت إحدى الصيدليات في منطقة الرفاع لقيامها برفع أسعار المطهرات استغلالاً للظروف الاستثنائية جراء فيروس كورونا. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.